مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج بيت القصيد. هذه المرة وعبر الإنترنت نذهب إلى الأردن، ومن هناك سيكون ضيفنا شاعرا أبدع كثيرا في حب وطنه، أبدع كثيرا في تمثيل وطنه، التمثيل المشرف الذي يليق بالأردن مجتمعا في كل مناحي الشعر. كتب في كل موضوعاته وأغراضه، أبدع وتألق، شاعر استطاع أن يدون اسمه في قلوب أبناء شعبه وفي قلوب كثيرين قبل أن يسجله على جدار القصيدة العربية التي ينتمي إليها بكل حواسه وليس بقلمه فحسب. مشاهدينا، اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا معنا من الأردن، الشاعر الدكتور محمد محمود محاسنة. حياك الله دكتور، وكل عام وأنت بخير، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير وطاعات متقبلة بمناسبة رمضان الكريم، وأشكر لكم ولقناة الرافدين هذه الاستضافة الرحبة التي أتشرف وأسعد كثيرا أن أكون عبر أثيرها، كما أشكر لك شاعرنا الجميل مصطفى مطر هذه المقدمة التي أسأل الله أن أكون كفؤا لها. هي كذلك، وهذا قليل عليك دكتور محمد. للأمانة أنت شاعر متميز وتستحق كل يعني ثناء، ولك يعني الكثير من الأثر العالي، ليس في المملكة الأردنية الهاشمية فحسب، وإنما على امتداد خريطة العروبة الواسعة، وربما على امتداد خريطة العالم، خصوصا بعد تجربتكم الأخيرة في أمير الشعراء، والتي سنأتي على تفصيلات متعلقة بها، أي هذا البرنامج الذي شاركت به مؤخرا وتألقت كثيرا. قبل كل هذا دكتور محمد، وأنت الشاعر الأردني الجميل، حدثنا قليلا عنك في إطار ما تحب أن نعرفه عن محمد محاسنة، تفضل. شكرا جزيلا. في الحقيقة كأي إنسان عربي نشأت في قرية وادعة ذات بعد بسيط، تؤمن بالله كثيرا ومطلقا، وتحب الأرض وتحب الإنسان، ألا وهي قرية الجميلة كفر خل في شمال غرب محافظة جرش. وهذه البيئة التي أسلفت الحديث عنها كفلت لي صفاء ذهنيا عاليا ونقاء روحيا عميقا، بهما استطعت أن أكثف اللحظة الفنية والأدبية لدي. أما معينها في اللغة والنحو فكانت أسرتي، إذ إنني نشأت في بيت محب للغة العربية وأدبها، مهتم كثير جدا بالقرآن الكريم بتفسيره، بالحديث النبوي الشريف وتوجيهاته، بتراث السلف الصالح. شكلت لي هذه العوامل روافد أساسية في مسيرتي الأدبية، لا سيما في البدايات، أو التي أسميها التهويمات الأولى. فلذلك أنا مؤمن جدا بأن الإنسان ابن بيئته، من خلالها وبها ولها يستطيع أن يكون ويجب أن يكون. طيب، ماذا عن الإنجاز اللحوح، الإنجاز الذي يلح في ذهن محمد محاسنة ويقول له أنا الأوان لتفكر بي هذه المرة بعد تفرغك من إنجازك السابق؟ حبذا لو تطلعنا على ما ترغب به من إنجاز لهذا العام مثلا، تفضل. شكرا جزيلا. في الحقيقة هذا العام هو عام استمرار ما بعد مشاركتي في أمير الشعراء. جميل. وعندما أستخدم عبارة استمرار أعني بها العمل على تجهيز زمرة من الشباب الشعراء على مستوى الأردن أو غيرهم من الأصدقاء في الوطن العربي، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة من تجربتنا الشخصية في برنامج أمير الشعراء، وأنتم أيضا كان لي شرف معيتكم في هذه المسابقة، من أجل أن نضمن ديمومة واستمرارية حضور صوت الشباب على اتساع رقعة الجغرافيا العربية في مثل هذه البرامج العالمية، التي من شأنها أن تسلط الضوء على تجربة الشاعر بعيدا عن الإمكانيات المادية التي توفرها له. لذلك إذا كان للشعر رسالة وللشاعر رسالة، فعليه دائما أن يمد يده إلى الشعراء الشباب ليفتح مداركهم ويوسعها. ووجهة نظري الشخصية
لا يكتمل الشاعر شاعرا حتى يصنع شاعرا. يا سلام يا سلام، ما أجملك دكتور محمد. يعني قبل أن نذهب إلى أولى القصائد التي تود إلقاءها علينا، يعني أستشف من إجابتك السابقة أنك مؤمن بالعمل الجماعي، أنت يعني تجد نفسك بالعمل الجماعي أكثر من ربما العمل الفردي، وإن كنت أبدعت وتألقت كذلك في مجهوداتك ومشروعاتك الأدبية الخاصة على المستوى الشخصي والفردي، إلا أنك حينما تحدثت عن إنجاز مرتقب أو مأمول أن تحققه في هذا العام تحدثت عن فكرة خدمة المجموع وليس خدمة الفرد والذات، هل هذا يعني أنك تجد نفسك في الآخرين كذلك؟ صديقي الطيب، نحن الحمد لله نشأنا في بيئة عربية وورثنا العمق العربي، فكل العرب هم مؤمنون بالوحدة العربية، ولا بد من العمل على تجسيدها، فكل يعمل على تجسيدها وفق رؤيته وفق مدى. جميل في جدا. الشعر كيف في الشعر كيف يمكن أن نجسد هذه اللحمة العربية؟ من خلال مد الآفاق، ومن خلال فتح الطرق، ومن خلال تذليل العقبات أمام الأجيال القادمة. جميل جدا. لأن الشاعر رسالته ليست فقط فيما يكتب، بل رسالته فيما ينجز أيضا. وأنا مقتنع جدا 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 بأن هذا المشروع وإن كان جمعيا إلا أنه سيعود بالنفع على المستوى الفردي، لا لأنك شك في ستظل هذا. صاحب ريادة. نعم، ستظل صاحب ريادة في هذا الباب. ومن هنا، من هذه الشاشة وهذا الأثير الرائع جدا، أوجه رسالة إلى كل شعرائنا العرب المتقدمين في هذا العصر تفضل. والمشاركين في مسابقات، أن يحافظوا على الجسور بينهم وبين الشعراء القادمين، فالأجيال القادمة هي أمانة في أعناق الأجيال يا سلام، الحالية. ما أجملك يا دكتور محمد، شكرا لك. شوقتنا إلى أولى القصائد التي تود قراءتها علينا كافتتاحية لهذه الحلقة التي تزداد جمالا وتزدان بتشريفك وحضورك. تفضل اقرأ علينا ما تحب، نحن نستمع إليك. اسمح لي ابتداء أن أقرأ لفلسطين الحبيبة، يا سلام، تفضل. لأنها من أهم، بل أهم المشاهد التي يجب أن يحتفى بها في عصرنا الحالي، أحسنت. لأنها مغتصبة. ومن هنا أود أن أؤكد على قضية أن لو أن أي بلد عربي يمر بما تمر به فلسطين الآن، فإن بوصلات قلوبنا سوف تتجه إليه. أحسنت فالحديث عن أحسنت. فلسطين ليس استثناء لدولنا العربية الحبيبة، بل إنما هو تعبير عن تضامننا معها لما تمر فيه، ونحن كلنا في الهم شرقه. أحسنت دكتور محمد، تفضل. السطر بعد الأخير في سفر التكوين، يجتر في المنفى الرؤى مع عمره، ويلوك في الأزمان فارغ صبره، ويعتق الذكرى كلوح قداسة، ينساب غيبا في متاهة سره، هو صاحب السرد اللئيم بقصته، والحبكة الرعناء لعنة عصره، هو ذلك الراوي العليم بكنهنا، ومفسر الحلم الرهيب بجمره، ويؤثث المعنى يراقب ظله كي يستدير على الزمان بدوره، يا سلام عليك. مترنحا في الوهم يخدع نفسه حتى أفاق على رداءة خمره، فتلا على سفر البداية سطره، فتشكلت دنيا بأول سطره، وأعاد أرض التيه صوب مدارها، وأراق فوق الأرض فتنة بحره، فطوى المجرة كالحصاة بمده، وكسى الحياة من الجميل بجزره. الله، من غيبه الأزلي جاء كنجمة، ليحز سكين الظلام بصدره، كتم الجراح على غزارة نزفها، واقتص من مر الزمان بفقره، الله عليك. وحنى على سعف النخيل لعلمه أن النخيل عصارة من فكره، ومضوا إلى الأرض اليباب مصيرهم، ما أبصروا أعذاق غابة تمره، جميل.
وتوسموا رمل المتاهة والذي يبتاع أكوام العبيد بقصره، ورقمت في السطر الأخير حقيقة إن الفلسطيني بالغ أمره. يا سلام يا سلام، إن الفلسطيني بادئ أمره. أحسنت إن كثيرا، الفلسطيني بالغ أمره. جميل، أجمل كذلك ما تفضلت به، والقادم لا يقل جمالا عما افتتحت لنا به هذه الحلقة دكتور محمد لافضفوك. كل وبطبيعة فضل. الحال أكيد نقولها لك بشكل يختلف عمن قلناها لهم سابقا، ولا عاش شانئوك ولا مبغضوك ولا حاسدوك. قبل الله يسلمك. الذهاب إلى الحديث عن تجربتك في أمير الشعراء، دعنا نتحدث عن فكرة الشعر والثقافة، وكيف أنهما دائما يعني حاضران في مختلف المحافل الأردنية، حاضران بطريقة مبهجة، بطريقة تثبت أن الخير لا يزال متوفرا وموجودا. هذا البلد يحتضن المثقفين والشعراء بطريقة قل نظيرها، نعم إضافتك في هذا. نعم في الحقيقة ما تفضلت به هو دقيق وتاريخي أيضا. فالأردن كما تعرف يعني كان قبل، خلينا نتحدث قبل اغتصاب فلسطين، كان هو نقطة الربط بين آسيا العربية وأفريقيا العربية. نعم لذلك كفل له العديد من التيارات الثقافية فعلا، والكثير من الشخصيات الأدبية والشخصيات الثقافية على مستوى العالم العربي والمستشرقين أيضا، ممن أقاموا فيه أو كتبوا له أو كتبوا عنه. هذا تاريخيا. أما في اللحظة الحالية فكما أسلفت، فإن الحراك الثقافي الأدبي في الأردن على أشده في هذه السنوات، لأنه يعبر عن حالة تفاعل وتمازج بينية عربية، بل إنه يتجاوزها إلى العالمية. واسمح لي أن أشير هنا إلى أن رب ضارة نافعة تجسدت في المشهد الثقافي الأدبي الأردني. فموجات اللجوء التي مرت في جغرافيا الأردن نعم وفرت له أيضا، وفرت لشعبه، وفرت للأديب والمثقف الأردني فرصة مباشرة وحقيقية وحية للاحتكاك العميق والشامل مع الأفكار والثقافات والمبادئ والمذاهب والمناهج نعم النقدية والثقافية. فاللجوء الفلسطيني أولا، ثم اللجوء السوري، فاللجوء العراقي، فعلا كفل حالة من التفاعل الكبيرة جدا التي انعكست بشكل كبير وبشكل سريع وبشكل واضح على النتاج الأدبي والنتاج الثقافي الأردني. لذلك أنت عندما تقرأ في هذه الأيام لأديب أردني في الرواية أو في نعم الشعر أو في المسرح أو حتى في الصحافة والإعلام والتحليل السياسي، لا تكاد تجد أن هذا المكتوب يخلو من الملمح العربي، بل إنه يؤكد وتظهر فيه عميقا وجليا القواسم العربية الثقافية. يا وهذا سلام، أكاد أقول وأكاد أقول أو أكاد أجزم بأن هذا المذهب لا تكاد تجد في بلدان عربية أخرى، ليس عن قصور من أدبائها أو عن تنصل من مثقفيها للشأن العربي، بل بسبب الإفرازات التي خلفتها التوجهات السياسية في بلدانها. ونحن الحمد لله نحظى بهامش من الحرية كبير نستطيع من خلاله فعلا أن نعبر عن الهم الثقافي العربي المشترك من خلال المدونات الأدبية التي تنتهي إليكم وتطلعون عليها. أكيد متواصلون دكتور محمد، شاعرنا الجميل من الأردن، وسنتحدث في قادم أو ما تبقى من وقت بتجربتك الشعرية، وكذلك سنعرج على مشاركتك في أمير الشعراء، لكن لابد من استراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر سكايب من المملكة الأردنية الهاشمية، الشاعر الدكتور محمد محمود محاسنة. حيا الله دكتور محمد مجددا، أهلا بك.
حياك الله وبارك وقبل الذهاب إلى النقاش من جديد، نريد أن نبدأ هذه الفقرة بقصيدة جديدة. وكل ما لديك جديد، أسمعنا ما تحب وترغب. ها نحن منتبهون مستمعون جيدا، تفضل دكتور. سأقرأ، يعني سأغتنم وجودي في هذا الأثير الرائع حتى أقدم تفضل. للمشاهدين الكرام أشياء أو نماذج متعددة من الموضوعات التي أكتبها. فسأقرأ وجدان قصيدة وجدانية بعنوان لا تهربي. تفضل. لا تهربي مني فإني عاشق، أضناه سيل الموجعات فحني، أواه من صب تبعثر قلبه بين الدروب يدب دب مسني، يحتال كي يلقى خيالك مرة، فأعود محزونا وأقرع سني، فكأنه ثمل بحزن قصائدي وكأنها نار الهوى وكأني يا سلام. عبثا عبثا أكتم يا سعاد صبابتي، فالعاطفات تثور رغما عني وتدور في فلك الحياة كأنها أشجار وجد في دفاتر حزني. يا سلام. منيت قلبي بالوصول مراهنا، فرجعت مكسورا بغير تمني. ماذا جنيت لكي أعيش مطاردا بين الظلال وليس تدرك أني، وكأنني في الظل زفرة فاقد قد تاه في غاب الضياع يغني، متشبثا بالريح يذرع شكه ويبدد الدنيا لأسأل أيني. أنا لست إلا من تراب قصيدة محمومة الآفاق تهرب مني. يا سلام يا سلام، ما أجملك دكتور محمد. حدثني عن عاداتك الثقافية التي تتجاوز الطقوس إلى ما هو أكثر عمقا. ما تفضله من قراءات؟ ما تفضله من اطلاع؟ عاداتك الشعرية، عاداتك الثقافية، ضعنا أكثر في الصورة الخفية ليوميات محمد محاسنة مع الكتاب والشعر. شكرا جزيلا على هذا السؤال الجميل والطريف. تفضل. في الحقيقة الشعر وأنت من أهله ومن مقدميه، ينطبق عليه المثل كل إناء بما فيه ينضح. أحسنت. وهذا المعنى له معنى مرافق أو من ظلاله، أنه يجب أن تزيد ما في جعبتك حتى تزيد من إنتاجك. لذلك أنا حريص بشكل يومي على أن أطالع وأن أقرأ في الشعر العربي قديمه وحديثه، جميل، في الرواية ما أتيح لي ذلك، وفي القصة القصيرة، عدا عن اتصالات يومية أو شبه يومية مع أصدقاء الشعراء نتذاكر فيها أحوال الشعر والشعراء، ونسمع ما كتبوا ونسمع ما كتبنا. وأقول في هذا المقام أن حالة التلاقي أو التفاعل الذهني التي يكون فيها الشاعر حاضرا وواعيا تنعكس بشكل مباشر نعم. على لسانه وعلى أدبه كما ونوعا. أما فيما أخصه دون غيره من الشعراء في الاهتمام والقراءة والتشبع، هو شاعر الأردني عراح، وأنت تعرف يا ومثلكم سلام يا سلام يا سلام، أحسنت. وأنت تعرف ومثلكم يعرفون أيها السادة المشاهدون أن عرارا استطاع أن يكون كما يقول اللغويون نسيج وحده. وأنا هنا لا أتحدث عن عاطفة بمقدار ما أتحدث عن تخصص، إذ إنني بحمد الله وفضله مختص في اللغة والنحو وتحليل الخطاب. فعندما نقرأ لعرار نجد أنه استطاع أن يخطط خطا يتفرد فيه عن غيره من الشعراء، وهذا لا يعني أن غيره من الشعراء أقل منه أو ما إلى ذلك، بل إن لكل واحد شأوه ولكل واحد منهم سماءه التي يحلق فيها. يا سلام يا سلام، لكن عرارا استطاع أن فعلا يعبر عن
عن القضية الأردنية وتماسها مع القضية الفلسطينية وتمثلاتها في الواقع العربي بلغة شعرية رقيقة ذات معان تتأتى للمختص ولغيره، وكل يغوص فيها حسب رؤيته، فالرؤية منازل. كما أن عرارا استطاع أن ينتج لنا نمطا خاصا من احترام اللغة العامية، ذلك أنه عندما كان يعمد إلى استخدام مفرداتها، نعم، بل بعض تراتيبها كان يضعها في سياقات دالة وسياقات لغوية ناضجة ليس لك إلا أن تحترمها، بل تكون حريصا على التمثيل فيها. يبدو أن كل منكما سكن الآخر دكتور محمد. نعم، لذلك أنا أعتبر أن عرار النموذج الأعلى الذي أحب والذي أحاول دائما أن أتمثله في الشعر. أحسنت. لأنه استطاع والله فعلا أن يعبر عن حس عروبي بعيد، وكثيرون يضمون أصواتهم إلى صوتك. أكيد فيما يتعلق بموضوع الشاعر الأردني الكبير الراحل عرار. أحسنت كثيرا. لكن هناك من يقول دكتور محمد إن هذا الزمن الذي نعيش فيه هو ليس زمن الشعر وإنما زمن الرواية، وبعضهم يذهب إلى قياس ربما يعني لا يكون مقنعا لكثير من الناس، أو هكذا رؤيتهم حينما يرون بأن نسبة المبيعات التي تكون في معرض كتاب معين بكتب الرواية أكثر منها بكتب الشعر. هل هذا قياس يبنى عليه فعلا حتى نقول إن هذا زمن الرواية وليس زمن الشعر؟ تفضل. شكرا جزيلا. يجب أن نجرد معيارا موضوعيا حتى نحكم على صحة هذه العبارات أو ردها. والمعيار الموضوعي هو الذاكرة والحافظة الجمعية للأمة. أكيد. فإذا كانت الرواية تحتل في هذا العصر الحالي مبيعات أكثر، فهذا مؤشر مادي على حضورها وعلى تفشيها في المجتمع. لكن الذاكرة الجمعية العربية في التاريخ وفي الحاضر في هذه اللحظة تحتفي أيما احتفاء بالمحفوظ الشعري، فقلما تجد من يحفظ قطعة من رواية أو جزءا منها يتمثله في نثره أو يتمثله في أحاديثه أو يتمثله في جلساته الرسمية والأدبية والخاصة. لكنك تجد الشعر حاضرا ليس فقط على ألسنة الشعراء والأدباء والمثقفين، بل على ألسنة العامة، يحضر في يومياتهم، في ظروف حياتهم، في مخاوفهم، في اطمئنانهم، في سعادتهم، في حزنهم، دائما يستشهدون بالشعر وليس بالرواية. نعم. لذلك سأقول هنا أن مقولة الشعر ديوان العرب أو الرواية ديوان العرب يجب أن نكسبها معنى جديدا حتى نكون أكثر موضوعية. فكان المعنى الأول لها أنه الشعر أو الرواية يسجلان أو يوثقان أحداث الأمة بتفاصيلها، لكن يجب أن نضيف إليها معنى آخر حتى نكون موضوعيين. تفضل. فعندما نقول الشعر ديوان العرب أو الرواية ديوان العرب، هل يصدق عليهما على أي منهما يصدق قولنا أنه الأكثر تمثلا والأكثر تفشيا في الذاكرة الجمعية؟ سنقول ونحن مطمئنون أنه الشعر. لذلك سيظل الشعر ديوان العرب مع احترامنا ومع اعتزازنا بكل الأجناس الأدبية التي تمثل وعينا وتمثل حاضرنا وتمثل آمالنا ورؤانا. ولأن الشعر ديوان العرب نريد قصيدة جديدة. تفضل اقرأ لنا الآن قصيدة من غرض آخر كما وعدت وقلت إنك ستقرأ نصوصا يعني مختلفة المضامين وكذلك الموسيقى. نحن معك نسمع ونرى. تفضل. سأقرأ قصيدة اعتذار إلى عرار. تفضل. أتيتك يا وهبي بملء المدامع، أتيتك مرتادا لخير المنابع، أتيتك والأحلام نشوى تهزني وتروي جناني من لطيف البدائع، فتغري بي الأشعار نارا أصبها كسيل جمار في أسير أضالعي. يا سلام. وأمتك أرباب القصيد لتنتشي وتصطاد أعلاق البحار الشواسع، فأنت زمان
للجمال معتق تصاعد في قمم الخلود الطوالع ترنم أشعارا وذكرك هزها كما هز طفل في لذيذ المضاجع فثار وثارت وارتمى بين هدبها فؤاد تربى في بحور المدامع فأرضعت ساقيها لبان براعة وجودت سحرا من مليح الروائع فقر بها قلب المحبين رقة ورق بها قلب العصي المقابل. يا سلام يا سلام، ما أجملك. وأذهلت أهل الشعر فالشعر تائه تنزل وحيا من طباق سوابع الله، تآلفت الأضداد فيك كأنما أتينك وحيا من دروب شواسع فصافحت في رغدان ألف مبجل ولاعبت طفلا مع زقاق في زقاق الشوارع وأنفقت عمرا في الحوانيت هائما وأفنيت عمرا مع حمام الجوامع وجردت من بنت الكروب أميرة يا سلام. تعاقر أحلام الشباب النوازع أتتك القوافي مسرجات المدامع تضج بأهوال الزمان الفواجع تحدث عن بغداد كيف تدمرت وكيف تزيت من سواد البراقع عن الأهل والأحباب في الشام قد مضوا وتاقوا على الحرمان طعم الهواجع يا الله، وفي قدس الأقداس والحزن مسها فهزت من الحرمان جذع التخاضع عجبت لشعبي كيف ينجو بحلمه وسلطان شعبي من عظيم المفازع شهيد يروي الأرض بالدم قانيا وكلب يروي الشعب سم الفظائع الله الله، ما أجمل. تخول أمري في بلادي سقيطة وقاد بلادي مارق غير نافع كأن خساس الخلق حكم مؤبد علينا قضاء مثل رسم الطوابع إلى أن أقول فبالتين والزيتون والطور واللدي أدال بلادا للشيوخ الرواكع سيخرج جيل بعد جيل مؤيد يخطون للتاريخ بيض الصنائع ويبقى عرار الشعر حيا وماثلا يحرك كونا إن شدا بالأصابع يا سلام، ويبقى عرار الشعر حيا وماثلا يحرك كونا إن شدا بالأصابع. بالأصابع أحسنت أحسنت يا أستاذ أو يا دكتور محمد، يعني يحرك كونا إن شدا بالأصابع، هذا العزف كما لو أنك جعلته يعزف. نعم يعني بالطبع جئتنا بخاتمة تقول إن عرار ليس شعرا فقط، وإنما هو عزف بالكلمات، نعم مشروع عازف. أحسنت دكتور، أكيد سنتحدث فيما بقي من وقت عن تجربتكم في المنافسة الأخيرة ببرنامج أمير الشعراء، لكن قبل ذلك سنذهب إلى فاصل مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، وأهلا بكم إلى الفقرة الأخيرة من حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. وضيفنا عبر سكايب من الأردن، من هناك معنا دكتور محمد محاسنة، الشاعر المتميز والجميل. دكتور محمد، عن تجربة أمير الشعراء، لو أردت أن أسألك مجموعة من الأسئلة وأكيد لديك إجابات على كلها، في البداية ما الذي اختلف في شخصية محمد محاسنة؟ هل هناك اختلاف ما بين شخصية محمد قبل البرنامج وما بين شخصيته فيما بعد؟ أتحدث عن الشخصية هنا، وتعلم هذا السؤال سؤال النزاعات الذي أحيانا ما يطرق بال كثير من الناس،
وأغلبهم ربما كانوا من العامة والبسطاء. حدثنا وطمئن من حولك. أشكرك. في الحقيقة يعني قبل ذهابي إلى المشاركة في برنامج أمير الشعراء لم أكن أحظى بهذا الحضور الإعلامي لا على مستوى الأردن ولا على مستوى الوطن العربي. وبعد عودتي أو أثناء المشاركة بدأت أشعر بمقدار الحضور الذي وفرته لي هذه المشاركة، وكنت أفكر مثلك في كيف سأكون فيما بعد. لذلك أنا حريص جدا على التواصل المباشر مع الأصدقاء ومع غيرهم ومع كل طبقات المجتمع وفئاته، سواء تواصلا مباشرا أو تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الشاعر يجب عليه أن يكون دائما متصلا بل ملتصقا بقضايا، وهذه القضايا هي الآحاد والأفراد والأصدقاء والمعارف الذين يسيرون على هذه الأرض. لذلك أنا حريص جدا على أن أعبر دائما عن اتصالي المباشر مع الجميع، وبنفس النفس السابق أضيف إليه قدرتي على أن أو إيماني بأنني قادر الآن على أن أخدمهم بشكل أكبر وبشكل أكثر تفصيلا. جميل جدا. على المستوى المجتمعي وعلى مستوى العلاقات، ما الذي أضافته لك التجربة الأخيرة؟ في الحقيقة كانت إضافة نوعية وكمية، فقد تعرفت إلى أصدقاء في مختلف بلدان الوطن العربي أو من البلاد الناطقة بغير العربية، وهذه العلاقات عدا عن أنها رصيد في المستوى الإنساني إلا أنها أيضا رصيد في المستوى الثقافي والمستوى المعرفي، فقد تعرفنا إلى تجارب الزملاء الشعراء والأصدقاء، وتعرفنا إلى أنماط تفكيرهم، وتعرفنا إلى مصادر ثقافاتهم، مما أتاح لي في المستوى الشخصي أن أعيد النظر كثيرا في أدواتي البنائية الشعرية، وأن أحرص كثيرا على تعدد أو تعديد مواردي ومصادري الأدبية والشعرية وعلى رصدها على المستوى العالمي. الأسئلة في هذا الموضوع كثيرة، لكن قبل أن نذهب إلى أسئلة أخرى نريد أن تأخذنا إلى قصيدة جديدة دكتور محمد، بعده سأسألك أسئلة قد تكون مشاغبة قليلا. تفضل. سأقرأ القصيدة التي قرأتها في الحلقة الأخيرة وهي قصيدة الوداع للبرنامج. تفضل. قصيدة حنان، وهذه القصيدة بالمناسبة كتبتها برفقة والدي في مكة المكرمة، وكانت الكعبة أمامي وهاجن الشوق للأردن، فبدأت أكتب. فسألني والدي ما تكتب؟ قلت له أكتب شعرا، فقال الجو مناسب ومهيئ للشعر الديني والإيماني، قلت له أكتب عن الأردن، فقال لي يعني كان حريا بك أن تكتب يعني فيه، فقلت له يا والدي حب الأوطان من الإيمان. أحسنت. فقلت كم هيج الشوق لفكري وإحساسي، وأوقد الوجد آمالي ووسواسي، كعين ماء تريق العين أدمعها، والشوق في القلب في أعماقه راسي، فكم تنفس من أنسام تربته حتى كسته شفيف اللون كالماسي. يا قبلة الحب لو ضاقت بنا سبل، عدنا إليك على أهداب قداسي، عدنا إليك وقلب العشق مختنق، فزين العيد بالأفراح أجراسي، إلا لقاؤك يا أردن يؤنسني، ويثلج الفكر إذ يختار في الراس. كم ذا حلمت، كم ذا حلمت بأننا نستفيق معا، والوجد يجمع أنفاسا بأنفاسي، عطر ترابك يا أردن أعشقه، يا سلام، عطر الرياحين والكباد والآسي، قلبي هناك وروحي عندهم رهن، فكيف أنسى يا أردن جلاسي. جميل. حي الأحبة كم قد زرته زمنا، وكم لثمت بيوت الله والناس، في مرقب الحب جولات وأزمنة،
وفي الصنام أهازيجي وإيناسي، هناك حطين جنات مجللة الله عليك. تسقي الرحيق وبئر ماؤها آسي. الشوق طير إلى الأردن يحملني على جناحين من حب وإحساس. جميل. كيف أنساك يا أردن يا وطني، وأنت ورد من القرآن في الرأس. جميل جميل جدا، أحسنت طبعا أحسنت يا دكتور، وكان إلقاؤك موفقا، وكذلك اليوم حضورك لا يقل جمالا عن حضورك الختامي في نهاية برنامج أمير الشعراء. إذا إن سمحت كان لي لك من تتمة تفضل. نعم، حطين والمرقب والصنام هي المناطق التي ذكرت في القصيدة، هي أماكن في قريتي في كفر خل، وإن شاء الله سأتشرف بدعوتكم وأن تزورونا فيها يا صديقي ونحن الجميل. كذلك من يتشرف، ربما يعني للأمر علاقة قريبة من السؤال الذي سأوجهه إليك الآن، ألا وهو المواقف التي لا تنسى. يعني كثيرون هم المحبون لمحمد محاسن الشاعر واللغوي والأستاذ والمعلم قبل أمير الشعراء، وربما صاروا أكثر فيما بعد، لكن لابد من كلمة بحق البسطاء من الناس الذين التفوا حولك وصدقوا تجربتك وكانوا معك حتى اللحظات الأخيرة. ماذا تقول بحقهم في كل مكان أينما كانوا؟ نعم، شكرا يا صديقي على هذا، يعني الباب الذي فتحته هو باب للوفاء جميل ومتصل لا يغلق. في الحقيقة هناك جمهور كبير في على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الأردن، وكما أسلفت هؤلاء الذين صدقوا واعتقدوا بصدق ما لدينا نحن الشعراء، أبثهم شكرا كبيرا وأبثهم إخلاصا منقطع النظير. وأنا إن شاء الله سأظل دائما معهم على العهد، أنافح عنهم بالكلمة وأعبر عن الضمير، عن الضمير الحي، وسيظل الشعر ناطقا بالحقيقة، وبإذن الله لن أنحني ولن أغير مساري ولن أبدله في التعبير عما يجب أن يقال كما يجب أن يقال. نعم، بعيدا عن فكرة المشاكسة وكي لا يظن أحدهم أنني أحاول أن أخذك إلى مربع حديث معين، وإنما أرجو أن يعني أحسن يعني إيصال الفكرة من السؤال. دكتور محمد، يعني على امتداد حلقات هذه المنافسة وبشهادة كثيرين، الوحيد الذي كان يعقب حينما يستدعي نصه التعقيب كان محمد محاسن، دونا عن الجميع بما فيهم مصطفى مطر حينما كان على كرسي المنافسة يعني مثل آخرين. ما الفكرة من الإضافات التي كان يعني يتداخل بها محمد محاسن فيضيفها؟ تفضل أوضح لنا الفكرة من ذلك. جميل جدا. في الحقيقة عندما شاركنا في برنامج أمير الشعراء تفضل. الذي نشكر من خلال هذا الأثير دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي على الجهود الجبارة نعم التي بذلت أكيد. لإنجاح هذا البرنامج، عندما كنا في جلسات البث المباشر، أنا وجهة نظري الشخصية بحكم أنني أكاديمي هي جلسة علم، فكنت أرى نفسي متعلما والأساتذة النقاد هم المعلمون، جميل. ولجلسة العلم أصولها، فلا بد من الاستماع وحسنه، ولا بد من التركيز وعمقه، ولا بد من الرد بطريقة علمية مع استئذانه. لذلك لما كانت تقدم لي الملاحظ كنت أجد أن فيها مجافاة لبعض الوجوه العلمي أو لبعض التأويلات المرتكزة على التأويل العلمي، وهذا ليس جهلا ولا قصورا في لجنة التحكيم، وإنما هذه أدوات الناقد وردته، وهذه رؤى، والرؤى كما أسلفت قبل قليل الرؤية منازل. لذلك كان لابد من إعادة توجيه بعض النظرات في النصوص، ليس لأجل النص نفسه أحسنت. وإن كان النص هو المستفيد، وإنما لأجل العلم. فكانت ملاحظاتي في سبيل إعادة النظر في وجهة نظر أو إعادة نظري من منطلق علمي بحت، لا أنوي فيه إلا أن أبث رسالة علم بين الطالب وبين أستاذه. لذلك إذا أحسنت لاحظت يا صديقي،
إذا لاحظت يا صديقي أني كنت أستأذن لجنة التحكيم صحيح، قبل أن أتحدث، ولو لم يأذنوا لي والله ما كان تحدث، هذا واضحا. نعم لأني أؤمن أن هذا مجلس علم وانعقدت كامل أركانه، وعلى المعلم والمتعلم أن يجليا الوجه العلمي في النص. أحسنت دكتور محمد، شاعرنا الجميل من الأردن. قبل أن نذهب إلى يعني النص الأخير في هذه الحلقة، أود أن يعني آخذ رأيك بهذه المسألة. الشعر أكبر من مجرد لقب، والأجمل من ذلك هو الاستمرار في هذا المضمار. ماذا تقول في هذا؟ نعم، هو في الحقيقة أتفق معك كثيرا جدا. لماذا؟ لأن الشاعر عندما يصل إلى أن يشارك في مسابقة، والأضرب مثالا على نفسي والأقول أنني حصلت على اللقب، لم أكن لأصل إليه لولا أن لدي نساجا شعريا كبيرا نعم كما ونوعا. لذلك جاء اللقب هو لتتويج مرحلة معينة أو الإشارة إلى نبوغ معين في مرحلة معينة. لكن الشاعر إذا رأى أنه الآن في القمة فقط لأجل حصوله على هذا اللقب، فإنه سيبدأ بالانهيار والانحدار سريعا جدا. أحسنت، وإنما هذا هي يعني أنه مرحلة اختار السقوط الحر. بالضبط. لذلك هي منطلق جديد ونقطة وقمة يسير بها إلى قمم بل على أخرى. العكس، يجب أن تكون هذه المواقف حافزا على الاستمرارية نعم بالضبط. والمواصلة. نعم، لذلك أستطيع أن أتحدث وأنا مطمئن أن أمثال الجواهري وعرار والسياب لما وصل، وحيدر محمود وغيرهم أيضا نعم من الشعراء، ومحمود درويش، لما وصلوا إلى قمم عالية جدا كانوا، إذا تابعنا المقالات الصحفية التي والمقابلات التي كانوا يحلون ضيوفا عليها، كانوا يعبرون عن فكرة أننا لازلنا في مبتدأ الطريق أو في منتصفه. صحيح، وهذه رسالتي إلى كل الزملاء الشعراء، أنك أينما وصلت يجب دائما أن ترى أنك لازلت تسير. وعليك أن تكون دائما مزهرا أينما كنت وحيثما حللت، لا أن تقتصر عطرك على حديقة واحدة، وإنما عليك أن تنفتح على مروج شتى إلى زهرة جديدة. وقصيدة ختامية في هذه الحلقة، على أمل أن تتجدد أمثال هذه الحلقات العالية مع شعراء كبار هنا في الأستوديو، لعلنا نلتقي بك قريبا دكتور. أتقرب إن خذنا شاء إلى الله. قصيدتك التي ستكون مسك ختام هذه الحلقة، تفضل. لذلك سأقرأ من الغزل وأهديها إلى الحبيب الغالي يا صديقي. تفضل، نتشرف بك. من مقامات أسرار البلاغة، لنور عينيك نور الكون قد طمح، يا من تجردت في عين الحياة بحار، مررت كالوحي آيات مزخرفة تتلو على الغيب سر الوصل فانشرح، وأشرق الماء في كفيك مبتسما، وكنت قبلك في طياته شبحا. يا سلام، تلوت سورة عينيها فأعجلني فراق عشق وجبريل الهوى مرحا، يا من تبلسم أقداري بضحكتها، فيبدأ العمر في كفيك إذ مسح. آمنت بالماء من حرفين مبعثه، أنا المريد الذي بالآن ما برح، يا سلام، أنا الشريد الذي ما ارتاح خافقه، حتى ترشف من أسرارها قدح. أنا المقرب بأعتابها لغتي، أنا رماد الهوى والوجد إذ جمح. درب الضبابي أعيتني متاهته، الله، حتى تخفت سفر الحب فاتضح. أحبك الآن بل من ألف قافية، وأطيب الوصل بعد البين ما منح. صدقتك الحلم والتأويل قاتلك، ولست أعرف ما المعنى ومن شرح، لكن أعيشك موالا وأغنية تؤلف الدمع والأحزان والفرح. يا من ترنم شعري في مفاتنها، حال المريد إذا في الليل قد شطح. الله، الله عليك.
صحوك العذب في صحوك العذب أفنى كل خمرته، فعتق الليل من سحر الذي رشح، ولملم الآه موسيقى تدندنه، وسبح الحسن في عينيك مذ سبح. قد غاب فيك غياب الشعر في شفتي، فأبصر الغيب في عينيك حين صحا. عيونك السود تحييني وتذبحني، وأصدق العشق ما أحيا وما ذبح. يا سلام. زيدي من الشعر ألحانا وقافية، يا من تقوس في أهبابها قزح. الله الله، ما أجملك وما أجملها من خاتمة. شكرا جزيلا لك شاعرنا الأردني المتميز حقا والجميل والمثابر دكتور محمد محمود محاسن. وصلنا إلى الختام، في الختام ماذا تحب أن تقول؟ شكرا جزيلا لكم ولقناة الرافدين وللعاملين فيها على العفو. هذه الاستضافة الرهبة، وأشكرك جزيلا على حرصك وعلى دعمك للمشهد الشعري هذا واجبنا يا العربي صديقي. وأنت هناك في تركيا. بارك شكرا الله فيك، شكرا لك، وكل عام وأنتم بخير. ونلتقي على الشعر والمحبة دائما دكتور محمد شاعرنا الجميل من الأردن. سعدنا بك وباستضافتك مشاهدينا الكرام. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات دائما وأبدا، كونوا في مديد لا ينتهي وشعر يفتح أمامكم الآفاق وإنسانية لا تزول. في أمان الله.